السلام عليكم. دلوقتي في سؤال، لو انا عندي structure framing او عندي بيم وعايز اخليها بزاوية معينة، تمام، ازاي اقلبها؟ يعني عايز اعمل لها روتيت، امر روتيت ما بيتنفذش معايا، فبلاقي عندي حاجة اسمها cross section rotation. اقدر اجي هنا اقول له مثلا خليها بزاوية 45، تظهر معايا بالشكل دوت. اقول له خليها مثلا بزاوية 90، تمام، تظهر معايا بالشكل دوت. ممكن تعلم على كمية كبيرة وتديه بنفس الامر، او ممكن تعمل دينامو، او ممكن تعملها مانوال زي ما انت عايز، بس هو الامر موجود في الخصائص بتاعة العنصر اسمه cross section.